أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استوديو اليرموك. سوف نذهب فيها إلى مجموعة من المتغيرات السريعة. اليوم تعديل على حكومة الدكتور عبد الله نصور، أيضا بالأمس الحديث عن بل إقرار تعديلات دستورية من قبل الحكومة، وقبل ذلك إغلاق مقرات جماعة الإخوان المسلمين. أسئلة كثيرة، هل تزاحمت هذه الأحداث معا؟ هل ثمة رابط بينها؟ هل تخفي وراءها، أي وراء الأكمة ما وراءها؟ هل هناك هندسة جديدة للعبة السياسية في البلد؟ أسئلة كثيرة يطرحها الناس اليوم نتيجة صفة الاستعجال لكل ذلك، نتيجة صفة الغموض لكل ذلك، ونطرحها اليوم بدورنا على ضيوف كرام علينا. أرحب بهم هنا الدكتور عساف الشوبكي، سعادة الدكتور عساف الشوبكي عضو مجلس النواب الحالي، أهلا وسهلا سعادتك. الأستاذ عمر كلاب الكاتب والمحلل السياسي، أهلا وسهلا أستاذ عمر. والأستاذ عدنان برية كاتب والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بكم. أسئلة كثيرة، بدنا نبدأ بالأحدث، الأحدث التعديل الذي كان اليوم على حكومة الدكتور عبد الله نصور، كيف تقرأ لماذا دكتور عساف؟ شكرا جزيلا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دستوريا يعني هذا التعديل أصبح لازما بعد استقالة الدكتور خالد الكلالدة وذهابه لرئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، إذ لا يجوز يعني أن يستمر موقع أي وزير شاغرا في الحكومة، ولذلك وجب التعديل. بس اللي كان يعني مستغربا أنه شمل هذا التعديل أيضا وزير الداخلية، وجاء السيد مازن القاضي وزيرا للداخلية، واستقالة وزير الداخلية السابق سلامة حمد. أعتقد أنه رؤيتي لهذا التعديل هو إطالة لعمر الحكومة، وبالتالي أيضا هو إطالة لعمر مجلس النواب. قد يعني ننهي هذه السنة حكومة ونوابا، وقد ندخل في العام القادم، يعني ذلك مؤشرات ربما لتأجيل الانتخابات، ربما لدورة عادية قادمة، ربما يكون في دورة عادية قادمة. أعتقد وكثير من المحللين يعتقدون أن البيئة ليست مهيئة لإجراء انتخابات الآن. ما يجري على السطح سواء كان إغلاق مقرات الإخوان المسلمين، سواء كان تعديلات دستورية أخذت صفة الاستعجال، سواء المحيط الملتهب حولنا، كل هذه الأمور أعتقد أنها يعني تشابكت مع بعضها البعض وولدت بيئة غير جيدة لإجراء انتخابات برلمانية ربما حتى تشرين الثاني القادم. نعم، يعني هذا بقودني أستاذ عمر للسؤال عن التعديل الذي كان ربما كان في جدل كبير حوله، أو ربما قناعة عند الكثيرين قرب رحيل الحكومة من النواب، انتخابات كان الحديث عن شهر 8، اليوم يحدث تعديل وزير على ما يبدو أنه يبرد كل هذه الاحتمالات. كيف تراها، وماذا عن رحيل سلامة حماد؟ لم نشعر بأن هناك جلبة حول الرجل في الفترة الأخيرة. يعني دعني بالبداية أتمنى لقناة اليرموك أن تستمر وأن يعني يخف هذا الضغط على هذه القناة العزيزة التي نقدر ونحترم، قد نختلف معها ولكن هي لون إعلامي محترم ومقدر ومهني، ويعني نستشعر أحيانا أن هناك ضغوطات على هذه القناة. نتمنى أن يعني يستجيب العقل لمنطق أن هذه قناة مقدرة ومحترمة، فلذلك أنا بتمنى أن يعني تستمر هذه القناة دون ضغوطات ودون مماحكات. دعني أختلف مع الصديق العزيز والزميل السابق عساف الشوبكي الإعلامي. أعتقد أن هذا تعديل بنكهة التغيير إذا جاز التعبير، وهو استمرار لامتهان عقل الأردنيين والتجاوز على إرادتهم وأمانيهم وتطلعاتهم، بدليل أن الحكومة انحازت إلى شخصية لم نعهد عنها أو نسمع منها أو عنها أنها تحدثت في السياسة من قريب أو من بعيد كوزير للتنمية السياسية أو الشؤون البرلمانية، واليوم أول تصريح له بقول لك بدي يقرب بين السلطة التنفيذية والسلطة، يعني بدي أسأل هي بفكرها حفر شارع؟ إلا إذا جاي يعبد الشارع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ممكن، ولكن هذا ليس سلوكا سياسيا ولا يحترم عقل الناس. أعتقد
ولذلك أنا أرى أنه تعديل بنكهة الرحيل، لأنه يعني جاء على عجل. بعتقد الأستاذ سلامي حماد في ثلاث قضايا رئيسية، في شكوى من مستثمرين عراقيين تحديدا، وكان الرجل متشدد في قصة العراقي والتجارة العراقية، في قصة اللي هي القناة الفضائية اللي كانت تبحث عن يعني إنتاج عمل يلفت النظر بالناس نروج للعمل، لأنه على قناة يعني شهيرة ومعروفة، واصطدم بكم من فيزا، وبالتالي رحلت القناة ورحل البرنامج المهم. أخيرا ليس سرا أنه ثم اشتباك كان بين الرجل ومدير الدرك، يشعر الرجل أن حكومته انحازت إلى يعني من هو أدنى منه مرتبة. الآن جاءت التعديلات الدستورية لتلحق الدرك بجلالة الملك، فأغفل هذا الملف الرجل. يعني هذه ثلاث قضايا رئيسية من الشعر التي قسمت ظهر البعير. أنا بستطيع أقول أنه كان هو نسب لمجلس الوزراء بإقالة مدير الدرك يوم الأحد، ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل، رحل الرجل وبقية المعادلة. وأعتقد أنه شخصية بوزن سلامي حماد يدرك أن الأجهزة الأمنية هي يعني إطار خاص يقدره الأردنيون ويحترمونه ولا يثقون به إلا في يد جلالة الملك، عشان تكون واضحة الصورة. يعني ما بعرف كيف التبس على الرجل أو شو اللي صار، ولكن نبقى في إطار التعديل الحكومي الذي يعني يعطي الدلالة، تلو الدلالة أن الحكومة. أنا بستغرب أخوي عساف يبدو بيحكي أماني، لا، أنا بعتقد أن الحكومة ومجلس النواب بعد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب اللي باتت واضحة، يعني هي تتراجع فرصها، لأنه كانت المقصود في الدورة الاستثنائية أن تكون لتعديلات دستورية. التعديلات الدستورية واضح أنها راح تمر، بظل النظام الداخلي لمجلس النواب، وأعتقد الآن نحن بحاجة إلى تعديل قانون الانتخاب بعد مرور التالي. أنا لا أتمنى، والله بعد الآن إحنا مضطرين إلى تعديل قانون الانتخاب، لأنه قانون الانتخاب حظر على مزدوجي الجنسية أن يشاركوا في الانتخاب، ينسجم مع الدستور الآن، فبالتالي بده ينسجم مع الدستور. أعتقد هذه ملامح الدورة الاستثنائية، النظام الداخلي لمجلس النواب وتعديل قانون الانتخاب، لأن التعديلات الدستورية مرقت. هذه هي البيئة التي تقول أن أنا بعتقد في شهر تشرين الثاني نحن مقبلين على انتخابات نيابية جديدة. أستاذ عدنان، يعني مش رح نبعد عن هذا السياق تعديلات، يعني لو اتفقنا مع الأستاذ عمر كلاب أن هناك أجندة، هل كان من داعي أن يحدث تغيير حكومي؟ كان بالإمكان تكليف وزارة التنمية السياسية لوزير آخر، وهذا كان يطرح، كان يعني يطرح أنه يكلف مثلا معالي الدكتور محمد المومني بملف وزارة التنمية السياسية. كيف ترى الأمر، يعني المشهد هنا كيف يمكن، هل تغيرت رسم معالمه، ذهب باتجاه صيغة أكثر تحديدا فيما يتعلق بأجندة الدولة الزمنية لانتخاباتها؟ يعني أنا بعتقد أنه هذا التعديل اللي أدخل هو تعديل إجرائي لاستكمال مجموعة من الخطوات ومجموعة من أو تغطية مجموعة من الفجوات خلال مسيرة الحكومة. قيل أنه بيتحدثوا عن مجموعة من القوانين العاجلة أو ذات الصفة العاجلة، أنه مش كملها مجلس النواب أو تقدم لمجلس النواب. سواء كان تعديل أو تغيير، يعني لا ألمس أو لا يجد يعني أنه فارق كبير. احنا بنتعامل اليوم مع الحكومات بتخرج من نفس الصندوق وبتأدي نفس الأدوار وفق نفس المنهجية اللي مقررة مسبقا، وبالتالي انه التوقع انه يعني تغير كبير في النهج الحكومي او الى اخره من الاشياء، هذا يعني ضرب من الخيال. ما حدا بتوقع الاجنده الزمنيه بتبطل. عاده الهجوم او الهجوم اللي اعتدناه في الفتره الاخيره على الدكتور عبد الله المنصور، وكانه هو صاحب القرار، يعني وكانه هو صاحب النهج، هلا هو منفذ لهذا النهج، اللي هو بيعرف انه هو بده يستجيب لاشتراطات البنك الدولي، بده يستجيب لاشتراطات صندوق النقد، في عندنا دوائر محليه لها اجندتها، سواء كانت على صعيد امني او سياسي الى اخره من الاشياء. يعني تضخيم المسائل يعني بهذا الشكل حيال للحكومه، انا بعتقد انه مش في مكان. احنا ما تحدثناش عن نهج، طالما انه اجنده زمنيه، هل تاثرت بالتعديل بس؟ يعني الاجنده الزمنيه بعتقد لا، انه ما زالت الاجنده ما مستمره. الخيارات اعتقد انها في ما بين تشرين الثاني والى بدايه السنه المقبله او بدايه 2017. ما اظن انه في شيء راح يكون فارق كبير، يعني هي الفتره هاي هي المحل اللي بحددها الدستور او القانون بالاحرى. يعني طيب دكتور عساف، مره اخرى يعني لو حدثنا شوي عن خصوصيه الموقعين، يعني وزاره الداخليه ووزاره التنميه السياسيه، بجوز الاستاذ عمر يعني ادى بدلوي حول ذلك، وزاره التنميه السياسيه بوزير غير سياسي،
وهذا شيء فارق على ما يبدو أنها في الفترة القادمة يعني ستصبح معلقة لا حراك فيها. وزارة الداخلية هذا التغيير ثم مرة أخرى أجندة الدولة هل ستتعرض لتغيير كبير جدا أم تتفق معه بشهر 11 انتخابات؟ أنا أعتقد أنه يعني أجندة الدولة بشكل عام ما في تغيير كبير على هذه ما كانتش واضحة أصلا دكتور يعني ما كناش عارفينها. نعم على أي حال فيما يتعلق بوزير التنمية السياسية غير معروف يعني مع الاحترام الشديد له هو رجل خدمي وترشح لعضوية أمانة عمان وفاز عن منطقة ماركي أعتقد وأنا لم أسمع له أي مشاركة سياسية ولا حتى تصريح سياسي ولذلك ما أدري يعني لا أستبق الأحداث لا أستطيع أن أقيم أداءه قبل أن يأتي إلى مجلس الوزراء للأسف الشديد يعني إحنا عندنا مثل هذه الممارسات كثير يعني وزير التخطيط كان وزير تخطيط وهو أستاذ جامعي ودوا وزير طاقة يعني صحيح. ما بعرف بالطاقة يعني. صحيح مش غريب بالأردن يعني أنك تجيب أي شخص ما له علاقة بأي إشي وتحطه وزير لذلك الشيء يعني ما في مشكلة لأنه بيقول لك هذا منصب سياسي ويعني ما يريد رئيس الوزراء ينفذ الوزراء ومعروف أن هذه الحكومة برأس واحد يعني ورئيس الوزراء هو يتحكم بغالبية إذا لم يكن كل الوزارات السيادية ما عدا إلى حد ما وزارة الخارجية فيما يتعلق ب وزارة الداخلية أعتقد أنه أيضا هذا رجل أمني لكن أعتقد أنه ديناميكي أكثر من الوزير السابق وفي مجال للحركة والتفاهم والتواصل مع هذا الوزير أفضل من الوزير السابق. وزارة الداخلية يعني في مستقبل قادم الأيام إذا ما نفذ ملف اللامركزية الآن ذهب من تحت عباءتها الدرك والمخابرات وإلى آخره بقي عنده الأمن والدفاع المدني وقد نحتاج إلى تعديلات دستورية جديدة تخرج يعني هذين الجهازين من تحت عباءة وزير الداخلية وإذا نفذنا اللامركزية فإن المحافظين أيضا هم مستقلون في المستقبل وهناك تداخل بين صلاحيات وزارة الداخلية ووزارة البلديات إذا ما نفذ قانون اللامركزية وجرت الانتخابات على هذا الأساس. أعتقد أن الصورة مشوهة وغير واضحة فيما يتعلق بانتخابات البلديات اللامركزية النيابة أيضا وإجراء هذه الانتخابات متى هل البلديات قبل اللامركزية هل النيابة قبل هل اللامركزية أصلا ستجرى انتخاباتها هل هذا القانون صالح للاستعمال و ستجرى عليه انتخابات ويأتي مجلسان مجلس المحافظة ومجلس اللامركزية أعتقد أنه يعني هناك ضبابية في المشهد في المشهد السياسي الأردني على الأقل من هنا إلى سنة. نعم أستاذ عمر قد تكون الضبابية عند من يحلل لكن من يصوغ المشهد ويهندس قد تكون الأمور واضحة له ولا يريد أن يعلمنا لكن العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الآونة الأخيرة وتحديدا بين يعني رأسي السلطتين كانت يعني أقرب إلى المناوشات وإلى التحطيب يعني هل ستتغير بعد التعديل الحكومة باعتقادي أنه بجوز يشعر كل طرف أنه عليه شغل هسه؟ يعني قلت لك إذا بنفترض أنه يعني مهمة وزير التنمية السياسية نائب أمين عمان السابق تعبيد الشارع ممكن يصير. شوف يعني أنا بعتقد أنه التعديل الأخير أعطى انطباع أن الحكومة الأردنية تتراجع في الترتيب السياسي إلى مرحلة الصف الابتدائي وعبد الله نسور هذا الأستاذ اللي في مدرسة في صف ابتدائي وفي عريف صف اسمه ناصر جودي حتى نكون نقرب المشهد للناس بشكل واضح عندنا أستاذ وعندنا عريف وعندنا أولاد مدرسة ابتدائي مجلس النواب ما هو بالشرط العريف عريف في مجلس نواب لدينا يزداد كل يوم إمعانا في التصغير والتقزيم لدرجة أنه صارت الحكومة تتعامل أنها قادرة بكبسة زر أو بغمضة عين إلى التعامل معه وتمرير ما تريد
ولقد أثبت مجلس النواب أنه مطواع بأكثر مما يجب باستثناء من رحم ربي. يعني حرام كمان نظلم كل النواب، ولكن السياق العام هو هكذا. هذه الصورة اللي بنحكي عنها هي التي تفرض أن يفرض شخصيات إيقاع. يعني بالنهاية الخصومة بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لم تكن لا خصومة على تشريعات قانونية ولا هي مصلحة شخصية تضاربت بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. هذا عين للنواب اللي بدهم إياه ومرق بالتعيينات 5 أضعاف إله، ولكن مجرد ما النائب قبل بالاستثناء فالرئيس كان كل استثناء يقدمه لنائب يقدم لنفسه كمان 10 استثناءات. الآن وصلنا إلى طريق مسدود عندما وصلت اللحظة الفارقة إلى أبناء الرحم، أخو عاطف الطراونة وابن الرئيس، فهون زاد الخصومة. أنا بقول هذا المشهد اللي قاعد يرتسم، هذه الأنا الحاضرة في القرار السياسي الحاضرة في القرار التشريعي هي التي أسهمت في تقزيم مجلس النواب وفي تقزيم الحكومة بالضرورة. يعني الحكومة ليس بحالها أصلح. يعني الآن أنت بتقول لما هذا التعديل الأخير، لما إجا سلام محمد بتعديل أيضا قدم لنا بوصفه أستاذا في اللامركزية، وأنه الدكتوراه بتاعته في الإدارة المحلية والماجستير في الإدارة المحلية، وأنه هذا الرجل اللي بده يقود اللامركزية إلى بر الأمان. طيب شو تعدى؟ شو عدم بدأ؟ شو تغير على اللامركزية؟ مازل القاضي شخصية أمنية بالأمن العام منذ يعني نشأ وترعرع الرجل إلى أن أصبح مديرا للأمن العام، ثم خرج من إدارة الأمن العام إلى النيابة. شو الملمح الجديد؟ هل يعني 2 قيمة المواطن الأردني، احترام المواطن الأردني، أين المواطن الأردني من كل هذه التجهيزات والتحضيرات؟ يعني لماذا دائما علينا أن نصحو صباحا على مفاجأة غير سعيدة؟ يقرأ الخبر فقط المهم. غير سعيدة. يعني ليس سعيدا لا مشهد رئيس الوزراء الصبح وهو بيحكي عن تعديل، ولا مشهد رئيس مجلس النواب وهو يعني بيبعث الرسائل التي لم ترسل أبانا. كان الناس بحاجة إلى مجلس نواب قوي يحاسب ويشرع ويحاكم، لم نسمع صوت لرئيس مجلس النواب. يعني عذرا للمصطلح هذا خلاف، يعني زي خلاف الحرمية بتكاتل لما تبين السرقة. لا أعتقد أن الخلاف ليس له جذر سياسي، خلاف على مصالح ذاتية تقوم بأدوات غير مهنية وبدخل الناس بعد التعديل راح تبرد الامور. يعني اعتبر انه في وقت هيك انا قلت هذا تعديل بطعم التغيير. لا اعتقد ان هذه حكومة مؤهلة للاستمرار في علاقة مع مجلس النواب، ولا مجلس النواب الان مؤهل فيه. الان عندنا قانون العقوبات بناء على الاشتراطات الدولية والتغييرات زي ما قلت لك، 3 قوانين بحاجة الى تعديل. لا اعتقد انه الحكومة راح تلحق المجلس يخلصهم بالدورة الحالية، قانون العقوبات والنظام الداخلي وقانون لانه النظام الداخلي بده يتعدل بموجب انه الرئيس صار 2 سنين بالتعديلات الدستورية، والتعديلات الدستورية تفرز ضرورة تغيير قانون الانتخاب. رح نرجع ضروري لهذه القوانين كيف ستعرض. أستاذ عدنان برية، الملاحظ هي السرعة، جلسة استثنائية يقر بها تقر بسرعة، هي السرعة اللي حتى لما قانون الضريبة بذكر يعني في 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 سرعة. كيف نفسرها؟ هل هي مرونة حيوية رشاقة ماذا؟ يعني في أحسن الأحوال وفي أحسن التقديرات لهذه السرعة يمكن نعتبرها أنها جزء من عملية متابعة الإجراءات اللي بتتخذها الحكومة. هلا إذا بنلاحظ أنه في الأسبوعين الأخرانيات كانت في عنا مجموعة ملفات أساسية، واحدة منها كانت قضية الإخوان المسلمين وتغلاق مقراتها أو سحب الاعتراف الرسمي أو الحكومي من الإخوان المسلمين. الخطوة الثانية سحب السفير ومن ثم الانتقال للتعديل إلى آخره والتعديلات الدستورية. هلا بتلاحظ انه الهدف منها او بتكتشف في لحظه انه الهدف منها اشغال الراي العام في قضايا متتابعه بدون ما انه يدرك خطوره اي واحده من هذه القضايا. يعني بدون ما انها تاخذ كل قضيه مكانتها في تداولات الراي العام، بتكتشف انه هاي المساله عم تلاحقك بشكل يومي. حتى الاعلاميين بصفه عامه انه عندهم مشكله صفات انه في ملاحقه الحدث، انه هو انت اليوم مش قادر تميز انه انو الاهم، الجدل اللي دار في مجلس النواب حيال التعديلات الدستوريه ولا التغيير اللي صار على الحكومه، أنو أهم؟ أنو أهم، الحديث عن إغلاق قناة اليرموك أو الضغوط اللي بتمارس على قناة اليرموك ولا إغلاق مكاتب الإخوان المسلمين؟ هذا النموذج اللي بتقدمه الحكومة في إدارة الملفات واضح أنه مألوف، يعني مأزوم بمجموعة من الإجراءات اللي بتتخذها. وللأسف هي كل يعني شو المبرر اللي كان مثلا لما سكروا السفارة أو سحبوا السفير الأردني من طهران؟ شو المبرر اللي قدمته الحكومة؟ في وقت رح نسأل عنه، لكن يعني أنت بتشعر أنه هذا أزمة ولا مبرمج؟
يعني أنا بعتقد هو عملية إلهاء منظمة يعني للرأي العام وإشغال بصفة عامة بدون أي جدوى حقيقية يعني. يعني ما أظن إنه لو ظلت وزارة الشؤون السياسية والتنمية السياسية ظلت بدون وزير ما كانت مشكلة كبيرة يعني بظن البلد ولا لا؟ نعم يعني جميل. يعني أنت يعني موجود في البرلمان، الأستاذ عمر بقول في قانون قوانين الآن متبقية، أنت أقدر الآن تحكي لنا كم تحتاج من الوقت قصة السرعة هذه يعني السليك هاي فلسفة صارت في الفترة الأخيرة صرنا نشعر فيها. يعني إحنا في البرلمان ما كان في كلام عن تعديلات دستورية، لكن ما كان متوقع إنه هذه التعديلات الدستورية تأتي بهذه السرعة. والمفاجأة أيضا إنه جاءت هذه التعديلات على دفعتين في يوم واحد. يعني الصبح في تعديلات والمساء قالوا نسينا وردوا جابوا اتذكروا في تعديلات. أنا أتفق مع الزميل إنه كل ما يجري هو إلهاء عن قضايا أساسية ورئيسية تعتبر احتياجات ومتطلبات رئيسية للشعب الأردني، البطالة، الفقر، المدقع 350 ألف خريج من أبنائنا ينتظرون دورا قد لا يأتي في ديوان الخدمة المدنية اللي صاروا يسموه ديوان الخدعة المدنية، ومثلهم وأكثر منهم أيضا لا يحملون شهادات. الآن يفضل السوريون عليهم في إيجاد فرص عمل، استثناءات التعيين سواء في الديوان الملكي الهاشمي العامر أو في رئاسة الوزراء أو في وزارة الخارجية أو في وزارة الداخلية أو في المؤسسات المستقلة أو في العقبة الاقتصادية الخاصة وحتى في وزارة العمل استثناءهم من مخزون ديوان الخدمة المدنية. وهذه الأيام أيام العمل التي تجرى هكذا بكرنفالية واحتفال، ويكون الناس اللي بدهم يشتغلوا أصلا مرتبين مسبقا ويذهب بهم وزير العمل ليعملوا، أما هؤلاء الذين يأتون للتقديم المساكين في مشهد تمثيلي للأسف الشديد. أنا بقول إنه هذه الحكومة أساءت وأساءت جدا، وكان من المفترض أن ترحل منذ زمن، وكان من المفترض أن يرحل أيضا مجلس النواب وتجرى انتخابات مبكرة. نعم جميل جدا. سنذهب إلى فاصل ثم أعود لأبدأ معك الحديث عن التعديلات الدستورية وأسئلة حولها بعد الفاصل. فاصل قصير ثم نعود أعزائي المشاهدين. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، واكرر ترحيبي بضيوفي الكرام سعاده الدكتور عساف الشوبكي والاستاذ عمر كلاب والاستاذ عدنان بري. اهلا وسهلا فيكم. استاذ عمر، التعديلات الدستوريه باعتقادي انها يعني تحتاج الى سؤال، يعني ما الهدف؟ هل هي دسترت امر واقع؟ هل ما هي الاهداف التي يمكن ان نقراها خلف هذه التعديلات؟ باعتقادي الناس بتسال سؤال كبير حول هذا الموضوع. خلينا بس نقسم التعديلات الدستورية على ثلاثة أقسام. القسم الأول تعديلات يعني واجبة الحدوث لغايات تنظيم النظام الملك والحكم اللي هي ولاية العهد ونائب الملك، هذا شأن حتى في الدستور 52 هو شأن للملك. الآن في تعديل الجزء الثاني أو الوجب الثاني من التعديلات، أعتقد أنها جاءت استجابة أو تهيئة أو تحضير لمرحلة حكومة برلمانية أو حكومة يعني ذات طابع حزبي وسياسي، لما نحكي حكومة برلمانية بنحكي عن أحزاب، اللي هي يعني إزاحة
السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والأعيان اللي هو أصلا اسم مجلس الملك وكلنا بنسميه مجلس الملك من دائرة التجاذبات السياسية. يعني المحكمة الدستورية يفترض أن يكونها مصانة ولها هيبة، أيضا رئيس المجلس القضائي هذا سلطة والملك يرأس السلطات. الآن هذه التجاذبات ومدير الدرك اللي هو الآن مهمات الدرك أصبحت مهمات أمنية أكثر منها، يعني لما بتقول حماية الدبلوماسيين فض الشغب هذه صار دخل الدرك كجزء من العمل الأمني السيادي زي المخابرات زي القوات المسلحة. وإحنا قلنا أنه الملك بعين مدير المخابرات وقايد الجيش، فبالتالي بما أنه أصبحت المهمات قريبة لهذه المهمات فهذا أيضا مفهوم ومبرر. وأنا بشوف أنه إبعاد هذه مراكز الثقل أو مراكز القضاء ومراكز البعد السيادي عن التجاذبات السياسية لغايات التحضير لحكومة برلمانية هذا شيء محترم ومقدم. الآن بظل الجزء الثالث اللي هو الباكج الثالث من التعديلات اللي هو العودة عن ما حدث في 2012 من تعديلات واجبة النفاذ بأمر الشارع لا بأمر المنطق. وبقصد حملة الجنسية المزدوجة، وأنا ما زلت مصر أنه كان على الحكومة أن تتقدم بتعديل دستوري تلغي فيه أن الحكومة التي تحل مجلس النواب يعني بتغادر، لسبب أنه مجلس النواب يمتلك أن يحل الحكومة في أي لحظة بسحب الثقة. صحيح. وبالتالي من منطلق التوازن بين السلطات يجب أن تعطي هذا الحق للسلطة التنفيذية وأن تعطي هذا الحق للسلطة التشريعية ولو من باب التوازن النظري. طبعا احنا عارفين في الواقع الحكومة بتحل أبو 20 مجلس، ولكن من باب الاحترام الدستور يفترض أن السلطة التنفيذية مقابل. ولكن أعتقد ما يشير إلى أنه احنا بنحضر لمرحلة يعني حكومة برلمانية. في الحكومات البرلمانية لا يوجد ما يسمى بحل المجلس، لأنه الأصل في الأشياء أن يبقى الأمر قائما. عندما يستعصي الحل السياسي نذهب إلى الانتخابات المبكرة. أتمنى أن نصل إلى مرحلة نتحدث فيها عن انتخابات مبكرة ولا نتحدث فيها عن الحل المجلس. بيبقى المزدوجي الجنسية منذ بالمناسبة منذ المرة الأولى في 2012، وإذا بتذكر أخوي عساف ما كنتوا بالمجلس أنتوا، فاز بفارق صوت واحد. صحيح. يعني كان في انقسام في المجلس ضد هذا، كان في نقاش كبير كبير. نعم. لأنه بتعرف معادلة الجنسية في الأردن يا جزء من عدم أمان المواطني، جزء من يعني المواطن بده يشرد بده يدبر حاله بده يشتغل، ما عندناش مفهوم يعني التجسس والعمالة مش محتاج لا للجنسيتين ولا لثلاث جنسيات. ولكن أنا مصر أن مزدوجي الجنسية يجب أن نحترم هيبة الدستور ورصانته ومكانته، على الأقل مش بهذا التعديل السريع. أنا ما زلت أؤمن بأن مزدوج الجنسية على الأقل يعني بالسلطة التشريعية والجيش والمخابرات والدبلوماسية، أنا بعتقد أنه يعني بجوز أتراخى بقصة أنه يصير وزير لأني بروح وقت ما بدي، بس نائب وعين وجيش يعني مؤسسة عسكرية ودبلوماسية أنا بعتقد. لذلك بقول حتى وزير أنا بشوف أنه هذا استعجال، وهذا قد يفهم بأنه انقلاب على إرادة الشارع في مرحلة الرئيس. نعم جميل جدا. يعني أستاذ عدنان تعديلات دستورية بدون نقاش، يعني جاءت فجأة ما صارش فيها نقاش كبير، ربما سيحدث النقاش من النواب لا أدري كم ستكون سرعة ذلك، لكن تعديلات دستورية. الأستاذ عمر يقول حكومة برلمانية قادمة، أنا أرى الحكومة لم يعد لها أي صلاحيات، يعني محصورة جدا، ربما ستدير صندوق المعونة الوطنية وزارة المالية، كيف ترى ذلك؟ يعني مع احترامي لزميلنا عمر والرأي اللي تفضل فيه، أنا بعتقد أنه كانت هذه التعديلات بتعكس في واحدة من جوانبها تركيز للسلطة في يد جلالة الملك. هذا التركيز يتنافى مع أسس الديمقراطيات. عندنا نماذج الديمقراطيات الملكية موجودة في مختلف دول العالم، بإمكاننا نستنبط منها ونأخذ منها ما نشاء من تجارب. تركيز الجهاز الأمني في بهذه الطريقة، المخابرات والجيش والدرك وما إلى ذلك، ومعرفش إذا كمان شوي بصير الدفاع المدني من ضمن هاي السلطات، هاي مسألة بعتقد أنها انقلاب على النهج الإصلاحي أو ما قيل عنه نهج إصلاحي في داخل الدورة اللي خرج أخيرا يعني بشكل يعني مقزم بقانون انتخاب وقوانين لا مركزية لم تغني ولم تحقق الغاية الأساسية في بناء الديمقراطية الأردنية اللي احنا دائما بنحكي عنها، انه هذا مستقبل الاجيال وهذه هي الرافعه للوطن الاردني الى اخره من الاشياء. فيما يتعلق بالقضايا الثانيه اعتقد انها مثار خلاف، يعني هي في كل الاحوال يعني سواء كانت الزواجيه الجنسيه
أو الـ 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 القضايا المتعلقة بخليفة رئيس الوزراء المتوفي إلى آخره من الأشياء، وهي تثير يعني نقاشات في داخل المجلس، وأعتقد أنها نقاشات يعني مجدية وناضجة راح تكون في داخل المجلس. لكن النقطة المركزية هي في مسألة تركيز السلطة في يد الملك، هذه مسألة جدا مهمة وتستدعي من مجلس النواب النظر فيها بشكل يعني متوازن وصحيح. جميل جدا. يعني دكتور عساف، لسه التعديلات ليست دستورا الآن، هي تعديلات ستذهب إلى مجلس النواب، وقطعا الدكتور عساف قرأها بتمعن، له موقف منها، لكن بهذه السرعة لم يتوقعها أحد بهذه الطريقة. يعني باعتقادي أن هناك أسئلة كثيرة تثار، ماذا بعد ذلك؟ لماذا جاءت هذه التعديلات؟ هل هناك هندسة لأشياء لشيء قادم؟ لا أدري. أنا أعتقد أنه يعني الدستور ليس كتابا مقدسا، لكن هو عقد بين الحاكم والمحكوم، وعقد ينظم عمل مؤسسات الدولة كلها، ولذلك لا يجب أن نذهب باستمرار إلى تعديلات دستورية. كل ما قلنا بدنا نروح نعدل، يعني كل ما دق الكوز بالجرة مثل ما بيقولوا نروح نعدل. أنا أعتقد أنه في مسألة الصلاحيات جلالة الملك، الملك مصان عن المساءلة وهو فوق كل السلطات. يعني الآن واليوم طرحوا الزملاء الكرام تحت القبة أنه في رئيس جهاز مخابرات الآن مسجون، يعني ماذا لو يعني طلع لنا مسؤول فاسد في الأجهزة الأمنية؟ وهذا جائز. من نحاسب؟ من يحاسب مجلس النواب؟ من يسائل مجلس النواب؟ على الأقل أول يكون في مسؤول حكومي يسائل مجلس النواب وتسائل المحاكم ويسائل القضاء. لكن الآن أنا أعتقد أنه إساءة لجلالة الملك، الزج بجلالة الملك في مثل هذه التعديلات. الأمر الآخر اللي هو ازدواجية الجنسية، يعني بال 2012 عملنا أو 2012 عملنا التعديل فيما يتعلق بازدواجية الجنسية، والآن كأنه نكوص عن مطلب شعبي وجماهيري عدل على أساسه الدستور. أنا أعتقد أنه ولاء الجنسية، ازدواجية الجنسية لا يمكن أن يكون معيارا حقيقيا عندما يصير في مسؤول برتبة رئيس وزراء أو وزير أو نائب أو عين. إذا فصل هذا التعديل لشخص معين فهذا شيء معين، وإذا أيضا فصل هذا التعديل لأشخاص أخفوا جنسياتهم المزدوجة في الحكومة والدولة الأردنية فهذا شيء معيب، ويجب أن يعاقب هؤلاء، وأن لا يكون أن يحميهم التعديل إذا مجرى التعديل بأثر رجعي. نعم جميل. يعني في تعديل مدة رئيس المجلس أيضا حابب تعليق عليه. تعديل مدة رئيس المجلس أنا أعتقد أنه صحيح. يعني يعني يكون عند رئيس المجلس الصلاحيات، ربما البرامج، ربما يشتغل أفضل لما يكون عنده سنتين في قيادة هذا المجلس، لأنه سنة واحدة أنا باعتقادي لا تكفي ليضع خططه وبرامجه، وسنة واحدة يبقى رئيس المجلس تحت سلطة النواب، و يعني مسألة اختياره في المرة القادمة أو لا. نعم. يعني هذا ممكن يكون صحيح. شيء سيء. صحيح. هاي يعني مسألة إنه والله لما يتوفى رئيس الوزراء ينوب، وهذا أمر أيضا جيد ومستحسن، ينوب عنه نائب الرئيس أو الوزير الأقدم في الحكومة إلى أن ترتب الأمور وتشكل حكومة أخرى، هذا أيضا جميل. أنا كنت بدي أسأل عمر عن هاي، أقول له شو اللي خلاه مفكروا فيها. بس قبل ذلك أنت كتبت كثير من الملاحظات اللي حكوا الأستاذ عدنان وسعادة نائب دكتور عساف الشوبكي، يعني الدرك. أنت ملاحظتك كانت دبلوماسيين، بإمكان وزير الداخلية أن يحمي الدبلوماسيين. الدرك يعني إحنا بنعرف أنه مكافحة شغب، يعني إذا ما أصبح هناك مشكلة انقطاع مياه، ربما إحدى العشائر أو المناطق أو العائلات أو الجهة أو الحارات
تعترض فيدخل عليها الدرك، ربما يخطئ الدرك، هل نلوم الملك أم نلوم الحكومة؟ تحديدا على قصة الدرك ربما أكثر من قصة المخابرات والجيش، مع أنه هذا معروف أن الملك يعين هؤلاء جميعا سابقا ندستر الأمر الواقع، لكن هذه إشكالات يطرحها الناس بقوة. دعنا بداية صديقي نتفق أن تعيين رئيس الجهاز شيء ومحاسبته شيء آخر، فبالتالي لا يعني أن الملك يعين مدير المخابرات وقائد الجيش وقائد الدرك أن مجلس النواب لا يستطيع أن يراقب موازنة الجيش والدرك والمخابرات، وهذا اللي بصير. فخلونا يعني بلاش نلبس شوي يعني مرجعيته تاريخيا. أنا الآن لما بنحضر لما حكومة برلمانية، الأصل في الأشياء أن تكون مرجعية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية غير سياسية. نعتز طوال عمرنا بأنه جيشنا محترف واحترافي، وبالتالي عمره ما تورطنا لا بقطط سمان زي ما شفنا بالجيوش الأخرى، ولا بانقلابات كل 3 ساعات ونحدد الرئيس المناوب زي دول أخرى. لا معلش، بس لو بدي وجه سعادة النائب سؤال لمدير الدرك، وزير سؤال الدفاع. رئيس الوزراء هو وزير الدفاع يا الأخير. مدير الدرك الآن تابع لرئيس الوزراء التعديل. يا أخوان يعين الملك قائد مدير الدرك، مش بيتدخل في واجباته ومهماته، يعني يبقى تابع لوزير الداخلية الموكولة ونظام الدرك. لا هي هاي كيف هاي بدي اقول لك شغله. مدير المخابرات، مدراء مخابرات الاثنين انحبسوا، قبان مكان شو كان؟ كان يعينه تابع وزير الدفاع، يعني رئيس الوزراء بإرادة ملكية. بإرادة ملكية وقع عليه رئيس الوزراء غير عن التعديل الدستوري. والتعديل الدستوري وقع الآن التعديل الدستوري شو قال؟ قال إنه الملك بعينه لحاله، ولكن محاسبته شيء آخر. أخي حسف خليني أقول، صلاحيات رئيس الوزراء اللي تفضل فيها أستاذ عمر، وإنه اللي بقول لك صار رئيس الوزراء مدير بريد وصار رئيس، لا مش صحيح. لم يتتعرض التعديلات الدستورية إلى أي صلاحية من صلاحيات رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية، سوى إنه لما يموت الحكومة ما بتنتهي بيجي نائبه. وجربنا ترى في مرتين، يعني في وفاتين، انه اضطرينا نغير حكومة ونجيب حكومة. وبان توفى عبد الحميد شرف رحمه الله، وبان اغتيال الشهيد وصف التل، وهذا اجراء تنفيذي. هزاع المجالي ما كانش لسه فيه، يعني متوقعين انه رئيس. طيب خلينا بس في الفكرة الرئيسية دكتور، خلينا اقول سعود لك لمناقشتها هذه. وين راحت البلاد؟ الان بنحكي السلطة القضائية، رئيس السلطة القضائية هذا ليس شأن رئيس الحكومة، هي سلطة مستقلة. اذا هذا علاقته بالملك. المحكمة الدستورية اعضاء ورئيسا، هذا مش شأن السلطة التنفيذية. أنا بشوف كل هذا تحصين. الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة تحصين. لا، نائب الملك ولي العهد شو دخل السلطة التنفيذية؟ بنيجي بنقول الرئيس المتوفي وإنه مجلس الأعيان. طولة عمر الأردنيين مجمعين على أن مجلس الأعيان اسمه مجلس الملك. الملك في الدستور الحكم نيابي ملكي وراثي، وزي ما حكى الأستاذ عساف الدستور عقد بين الحاكم والمحكوم. أنا بنتخب مجلس النواب، والملك يعين مجلس الأعيان من فقرة دستورية واضحة بالمناسبة. كمان مش مفتوحة في مواصفات للأعيان، ولكن الملك بعينه طول عمره بنسميه مجلس الملك. أين الحكومة في كل ما قيل؟ أنا لا أجد. أنا لذلك قلت لك فقيت الجنسيتين. رح نسألك هذا عن أين الشعب؟ الشعب يمارس صلاحيته من خلال مجلس النواب الذي يقر الحكومة أو بروحها أو بيختارها. ولكن في أصل الجذر الدستوري إحنا متفقين أن الأحكام تصدر باسم جلالة الملك، وبالتالي لا يوجد للحكومة. وأنا على العكس أكثر إشي بدي إياه أن يبتعد القضاء عن الحكومة، لأن الحكومة حيثما وجدت فهي مفسدة في ظل هذه الأوضاع الحالية. المحكمة الدستورية من صلاحيات حكومة. أنا بشوف أن التعديلات الدستورية الأخيرة يعيبها شيء واحد، ما الذي كان يمنع أن يحدث عليها حوار وطني ويطلع عمر يحكي وعدنان يحكي ونتوافق؟ هذا بجوز. ولكن هذه الحكومة ضريت، قلت لك استمرأت أنها تتعامل مع الحكومة. عبد الله نصور تعامل مع وزرائهم ولاد طلاب مدرسة، وإحنا كمان جزء منها الأولاد اللي حوالي الحوش. ولكن التعديلات الدستورية إذا نظر إليها بعين يعني غير نكائية وتجاوزنا قصة الوقت، أنا بعتقد أنه فيها الكثير من الإيجابيات. طيب الشعب وين؟ وهل تعتقد يعني أن الحكومة هي التي نزلتها بالباراشوت ولا اجت من القصر فعلا هذه التعديلات؟ يعني هلا معلومه واضحه في مساله مصدر التعديلات، ما فيش معلومه واضحه، بس لكن واضح انه عمليه الاستعجال تاعتها بتعطي اشارات انها اجت من مصدرها من القصر، لكن هي اشارات حقيقيه او واهمه يعني ما حدش عنده معلومه في هذا الجانب. في مساله الشعب، مصدر السلطات في اي كيان سياسي هو الشعب. كل التعديلات اللي بنتحدث عنها أبعدت الشعب تماما ولم يعد هذا مصدر السلطات.
السلطة التنفيذية هي مصدرها الشعب، والسلطة القضائية والسلطة التشريعية أصل الأشياء هي. هلا بدون هذا الشعب هذه السلطة تمثل من يعني هيك بتصفي في الآخر يعني. إذا إحنا مش مركنين على إرادة الشعب أو إرادة الأمة، النظام السياسي مش مركن عليها، معناته يعني بدنا نوقف كويس ونتفرج ونشوف إذا 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 مطلوب إنه نغير الشعب ومطلوب إنه نستورد شعب مختلف. إذا كان هذا يعني إذا الشعب لا يرقى لمستوى تفكير السلطات الحاكمة أو النظام السياسي، فأنا بعتقد إنه هذه التعديلات حجبت تماماً إرادة الشعب والإرادة الشعبية في إحداث التغيير في مستفياتها حاضرها ومستقبلها، ويجب النظر فيها تماماً. تشريعات قوانين الانتخاب لم تلقى لحتى اللحظة هذه الإرادة الشعبية وما تتطلع إليه الإرادة الشعبية، وبالتالي ظلت عاجز الإرادة الشعبية عن التعبير عن ذاتها بشكل صحيح داخل السلطة التشريعية اللي هي السلطة المنتخبة الوحيدة في الدولة الأردنية، وبالتالي يجب إعادة السلطة كلها بشكلها المطلق للشعب، هو اللي يختار عبر ممثلينه بطريقة ديمقراطية خالصة بدون ديمقراطيات مشوهة بتحدد مرة دائرة فرعية ومرة دائرة وهمية ومرة دائرة على مستوى المحافظة أو إلى آخره من التوصيفات هاي. طبعا هي هذه كلها محاولة الالتفاف على الديمقراطية الحقيقية في داخل الدولة الأردنية. جميل دكتور عساف، صفة الاستعجال هذه الكلمة ترددت كثيرا، يعني شو بتفهموها أنتو؟ يعني أنا يعني بقول أنه لا داعي أولا لصفة الاستعجال يعني، ليه يعني صفة الاستعجال يعني واقف يعني حال البلد على هذه التعديلات يعني واقف على حال انه مدير الدرك يعين جلالة الملك، او واقفة انه لما يموت رئيس الوزراء يجي محله نائب رئيس الوزراء، او انا لا ارى فيها اي سبب يدعو ان نسميها او ندعوها بصفة الاستعجال أو نطلق عليها هذه الصفة أو يطلب منا كمجلس نواب أن نستعجل في إقرار هذه التعديلات. أعتقد أنه في إلهاء، ونرجع نحكي عن قضايا مهمة مثل الفقر والبطالة، يعني فيما يتعلق بقانون الانتخاب وفيما يتعلق بفقرة من الدستور اللي من يحق له الترشح، وطالبت فيها وطالب زملاء انه 30 عام في غالبية الديمقراطيات بالدنيا هذا عمر يعني كبير، ويجب ان صحيح. يكون على الاقل 25 عاما. كيف يعني احنا نروح على مشان رئيس وزراء قادم او وزير او كذا مشان والله نعطيه نقر بالزواجية الجنسية والمغتربون لا يصوتون، ليس لهم حق التصويت ولا حق الترشح، المغتربون الأردنيون، وأنتم تعرفوا أنه في مئات الآلاف من المغتربين الأردنيين صحيح. يعني لا يمارسوا هذا الحق الدستوري. أنا باعتقادي أنه هذه التعديلات في مجملها كانت غير لازمة، وجلالة الملك كان يعين رؤساء الأجهزة الأمنية وما زال وسيبقى، وإحنا مع هذا التعيين يعني أنا شخصيا مع هذا التعيين، لكن أن يزج بجلالة الملك في المساءلة مستقبلا أو أن يسيء جهاز معين لا سمح الله أو رئيس جهاز معين أو ضباط في جهاز معين، من يتحمل هذه المسؤولية؟ هذا هو السؤال العريض. و أيضا ازدواج الجنسية، يعني بالله عليك لما نائب أو وزير يحمل الجنسية الأمريكية وهو مقسم على الدستور الأمريكي الذي يقول إنه ولائي لأمريكا ليس لرئيسا ولا أميرا ولا ملكا ولا أرضا ولا دولة غير هذه البلاد وهذه الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعطيك مثال يعني كيف يعني سيخلص لي، سؤال مهم جدا، يعني كيف سيخلص للوطن وهو أقسم بأي اليمينين يبر هذا المسؤول. قبل ما نروح على فاصل بيصوم 3 أيام هو بطعم 10 مساكين نعم. إذن إن شاء الله بعد الفاصل سندخل في ملف العلاقة مع الإخوان المسلمين والدولة، وهذا يعني ملف أيضا يستحق أن نقف عليه، لكن فاصل آخر رأيكم، فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك لمواصلة حوارنا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، وأكرر ترحيبي بضيوفي الكرام سعادة الدكتور عساف الشوبكي، الأستاذ عمر كلاب، الأستاذ عدنان برية، مرة أخرى الأستاذ عمر. اليوم نروح لملف العلاقة بين الإخوان والدولة، إغلاق المقرات، بأي سياقات أنت تقرأها؟ يعني دعني أقرأها بالسياق السياسي، وأطالب من جماعة الإخوان المسلمين الأعزاء الذين طبعا يعني يعرفوا مقدار صداقتنا معهم أن يبتعدوا عن قراءة اللحظة بعين المحنة العقائدية، وأن يقرأوها بعين الأزمة السياسية. لا الإخوان أحمد بن حنبل ولا الدول المعتزلة حتى نقرأ عقائديا، علينا أن نقرأ أن هذه أزمة سياسية سبق أن تعرض لها الإخوان كثيرا من 84 وسنوات طويلة. الآن لا شك أن الفارق بين أزمة 84 وأزمة 2016 اللي هي أكبر أزمتين أنا بعتقد، وحتى أزمة 93 أيام المعاهدة، الفارق في مسألتين: الجو العام تغير، لم يعد الإخوان حاجة موضوعية لا لمقاومة الشيوعية ولا لمقاومة القومية ولا مقاومة اليسارية، هدول راحوا كلهم، فبالتالي حاجة الدولة إلى الإخوان لم تعد كما سبق. اثنين، الإخوان بقوا يعرضون بضاعة سياسية لم تعد مطلوبة، يعني أنت لسه بتقدم حالك أنك يلا ضد ما صارش، ضد الشيوعية ضد القومية ما ظلك بضاعة، هذا جانب. اثنين أيضا، الإخوان أنفسهم لم يتنبهوا إلى طبيعة التغير الموضوعي داخل جسم الإخوان نفسه، ففي كل مرة واجهوا الدولة كان موقف الإخوان واحدا، في المرة الأخيرة للأسف كانوا الإخوان ثلاث إخوانات أو على رأي أولاد عم، ما كانوش إخوان. في عندك إخوان مسلمين خرجوا من رحم الجماعة وذهبوا طائعين إلى مؤسسات الرسمية وقدموا ولاءات مجانية. هذا الولاء المجاني إنه شو بتكون تسوي بالإخوان؟ رخصوا له من الجمعية بنص ساعة. حلو. الآن هل استثمر العقل السياسي الأمني هذه الاستجابة، هذا التراخي من جماعة الجمعية؟ طبعا استثمر. الآن طلع تيار جديد اسمه الحكماء، طلع تيار ظلت الإخوان، أنا بعتقد الإخوان، وأنا يعني بجوز على قناة أخرى كان معي الأستاذ عساف قلت كلاما غير هذا، لأنني أحب أن أتحدث عن الإخوان عن قناة يعني على الأقل تحمل ودا له. الآن عليهم أن يقرأوا بعين المحنة السياسية. الآن إحنا أمام أزمة قانونية، صح غلط، اللي راح رخص مراقب عام الإخوان السابق لمدة 12 سنة ورئيس الجمعية ورئيس المركز الإسلامي ورئيس الجمعية اللي كان الذراع الاقتصادي. جميل. اللي راح مش واحد نكرة جوا الإخوان، على الإخوان يقرأوا بعين اللحظة السياسية. قطعا السلوك الأمني في التعاطي مع ملف الإخوان المسلمين بإغلاق المقرات بهذه الطريقة سلوك لا يمكن أن يقبله عاقل، لسبب أننا لا نريد أن تتأزم العلاقة. نحن نبحث عن قبل الانتخابات النيابية في ظل الإشارات الإيجابية اللي أرسلتها الجماعة عن العودة للمشاركة بالحياة السياسية، عن يعني بداية لملمة بيتهم الداخلي. صحيح. وهذا أهم إنجاز، توافقات داخلية كانت، صارت توافقات داخلية. كنا نتمنى وكنا نطالب وكان المفروض أيضا أن يكون عقل الدولة المركزي أن يتوجه إلى الاسترخاء قليلا في العلاقة مع الإخوان لحين إكمال مؤسساتهم الانتخابية والشورية، ويطلع عندنا مجلس شورى جديد، عسى أن نصل نحن ومعه إلى توافقات سياسية، هذه تحل بتوافقات سياسية. فقصة إغلاق مقرات الإخوان أنا بالنسبة لي مداني، تسليمها للجمعية مداني أكثر، لأنه يعتدي على قرار قضائي قال بالفم الملآن أن الجمعية ليست الخلف الشرعي لجماعة الإخوان، قرار قضائي. يعني خلينا نكون واضحين. نعم. ولكن أنا أطالب الإخوان أن يقرأوا الأزمة لأن أحيانا بسمع عقل المحنة يعني أنه نحن في، لا أنت مش محنة، أنت في أزمة سياسية حلها سياسي، حلها إما أن تنضوي تحت راية حزب جبهة العمل الإسلامي وتمارس عملك السياسي، وبالتالي أنت لست بحاجة إلى جماعة لأنه الدعوة طول الله لا تحتاج إلى ترخيص، أو بتعلن بشكل واضح الفصل بين الدعوي والسياسي، وهذا مطلبنا من الإخوان تاريخيا. لا يجوز أن تستكين الدعوة إلى السياسة لأنه أنتم بتقولوا السياسي مدنس والدعوي مقدس، كيف تخلط بين المقدس والمقدس؟ سنعود لطرح أسئلة أخرى. أستاذ عدنان، يعني أيضا كيف تقرأها أنت، يعني في أي سياق ولأين تتجه؟ يعني أول خطوة، أول نقطة يعني لازم نتكلم فيها مسألة إدانة سلوك الحكومة في إغلاق المقرات، هذا نقطة مبدئية لا خلاف عليها.
النقطة الثانية أنه كيف الحكومة صورت هذه المسألة للرأي العام؟ هي صورتها أولا ساعت إلى شيطنة الجماعة، صورت خطوات إغلاق المقرات بأنها خطوات قانونية اتخذت باستنادا لقرار المحكمة، وهذا غير صحيح، هي خالفت قرار المحكمة بالمناسبة في إجراءاتها. تحدثت عن جمعية شرعية، جمعية رخصت وموجودة لتمثيل الإخوان المسلمين، وهذا غير صحيح، هذول الجماعة مفصولين من الإخوان المسلمين، راحوا أسسوا جمعية خيرية بدها توزع مؤن وتوزع مواد غذائية وبعيدا عن المسألة الدعوية إلى آخره، راح على مسألة على وزارة التنمية الاجتماعية. اعتقدت الحكومة أو سعت الحكومة في خطابها الموجه للرأي العام أنها تعكس أنه الإخوان المسلمين صاروا ضعاف بهذه الانشقاقات أو بهذه الخلافات اللي صارت، وهذا مش حقيقي طبعا. تاريخيا اللي بيخرج من الجماعة بيفقد وزنه مباشرة، وعندنا مجموعة من التجارب في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين بهذا الاتجاه. هلأ السلطات الرسمية لوين رايحة بهذه المسألة؟ هذا حسب العقل المأزوم اللي بيفكر في هاي الموضوع. أنا وجهة نظري إنه عقل الحكومة في التفاعل مع هذه القضية عقل مأزوم، رغم إنه بدأ هادئا وبدأ مخططا لإجراءاته، لكن هو تعامل مع الإخوان المسلمين من زاوية ضعف. القوي دائما بيسمح لمعارضين إنه يتكلموا بأريحية، إنهم يطلعوا لقدام الرأي العام، وهو بيقدم خطاب أكثر عقلانية من معارضينه، وبالتالي بيكسب الرأي العام أو بيكسب الجمهور إلى آخره لصفه. هلا السلطات الرسمية واضح إنه خطابها عاجز عن مخاطبة الرأي العام، لا هي قادرة اقتصاديا أن تحدث أي فارق. على المستوى السياسي ظلينا نحكي عن الإصلاح وفي الآخر ما طلع فشنك الإصلاح تاعنا في كل المسائل، حتى في ملف السياسة الخارجية الناس يعني ما بتعرفش شيء عن اللي بيصير في الخارج. كل اللي بيصير انه احنا بنكتشف انه بيطلع لنا بيان على الوسائل الاعلام ونقطة وسطر جديد، الناس بعيدة تماما عن هاي الحكومة، ما قدرت تخاطب الرأي العام وتستقطبه. لكن ما مش من حق السلطات اذا هي ما عجزت عن استقطاب الرأي العام انها توقف ضد اي قوة اخرى سياسية شرعية اللي بتعمل في داخل الدولة. اللي صار انه تعبير عن ضعف دولة يعني حتى ان بدأ بشكل منظم وان بدأت خطواته مرتبة الى اخره من هاي التفصيل. جميل جدا سعادتك، يعني قطعا انك تتابع ولك قراءتك في هذه المسألة. ما هو السياق؟ اين ستذهب العلاقة؟ يعني هل ستذهب العلاقة الى مزيد من التكسير 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 هكذا؟ يعني هذا ما نشعر به، ان العلاقة تكاد تذهب الى انهاء الاخوان المسلمين. يعني هو بالاساس الخطأ يتحمل الاخوان المسلمون وخلافاتهم. الاصل ان لا ترخص الحكومة جمعية، يعني عندما نحكي جمعية يتبادر إلى ذهنك إنها جمعية تعاونية أو جمعية خيرية، وعندنا أكثر من 5,000 جمعية خيرية وتعاونية بالبلد، والمفترض أن يسمح لهذه الجمعيات بالتعاطي بالسياسة إذا سمحت لجمعية. الأصل أن يذهب هؤلاء الذين شقوا عن الإخوان المسلمين إلى تشكيل حزب سياسي صحيح، ويكون له رؤى وإله استراتيجية عمله وبرامجه وخططه، ونشوف قديش وزن هذا الحزب بالشارع. والأصل أيضا أن يذهب الإخوان جماعة الإخوان المسلمين أيضا إلى حزبهم حزب جبهة العمل الإسلامي أيضا ويتعاطوا من خلاله بالسياسة، لكن الجهتان تنازعتا يتنازعان على مكتسبات قديمة لجماعة الإخوان المسلمين. أنا برأيي أنه لا تقدمت جماعة الإخوان المسلمين باتجاه الدولة الأردنية خطوات، ولا تقدمت الدولة باتجاه الإخوان المسلمين خطوات، ولم تصلح الجماعة علاقاتها بالدولة وبقيت متجمدة. يعني رغم نصائح الكثيرين من الذين يتعاطفون مع الإخوان المسلمين أن تقدموا أن أعلنوا أنكم تترشحون للانتخابات أو ستشاركون في الانتخابات القادمة، أعلنوا أنكم براء من كذا إلى آخره، لكنهم للأسف الشديد أغمضوا عينيهم عن وصموا أذانهم عن هذه النداءات. ما قامت به الحكومة أعتقد أنه مدان، وهو أيضا ينسجم أو يتماهى مع سياسة الحكومة في وضع ملهى هنا وملهى هناك عن مشاكل كبيرة يمر بها الوطن. ومثل ما تحدث زميلي إنه هذه الحكومة جاءت للإصلاح، لا لم نرى إصلاحا، ولم تقدم هذه الحكومة فاسدا واحدا إلى القضاء. وقال رئيسها إنه خلال خمس سنوات ما كان في هناك فساد، بالرغم إنه في آلاف قضايا الفساد
في هيئة مكافحة الفساد. وأنا أعتقد إنه هذا التصريح لا ينطوي يعني حكي الرئيس عن الفساد إلا تغطية رسمية على الفساد والمفسدين وسكوت رسمي تحت غطاء يعني رسمي عن الفاسدين. يعني وثائق بنما التي سربت لماذا لم تتخذ فيها الحكومة أي إجراء ولم تفتح هذه الوثائق ويعني تناقش هذه الوثائق وتأتي بالأشخاص المهمين وهم وزراء ورؤساء وزارات وتحقق وتفتح تحقيقات مع هؤلاء مثل ما فعلت العديد من الدول. هناك فساد وفساد كبير، فساد تجاوزات التعيينات فيما يتعلق بتعيينات الفئات العليا التي يؤشر على رئيس الوزراء شخصيا بأنها تعيينات جهوية فاسدة، والبطالة هي فساد والفقر فساد أيضا. هذه المؤسسات الكبيرة التي ترهق موازنة الدولة فساد، المديونية المضاعفة التي تضاعفت في عهد هذه الحكومة أعتقد أنها تندرج تحت مسمى الفساد. يعني أنا باقي لي شوي دقائق سؤال لكل ضيوف الكرام، بس أنا حريص أعرف منك أستاذ عمر، هل السلوك الدولي تجاه الإخوان ربما نستطيع تصنيفه تحت عنوان معاقبتهم على ما كان في الربيع العربي ثأر مما كان في الربيع العربي، ثم أنت قراءتك إلى أين ستذهب الدولة في هذا الملف؟ هل بعد قليل سنرى قواعد لعبة سياسية وتفاهمات أم تكسير ومزيد من التكسير وموت سريري؟ يعني شوف، دعني أتفق أنا وأنت بأن جزء من المشهد حكمه الربيع العربي سلبا أو إيجابا، وهو جزء من يعني خلينا نقول سلوك السلفات السياسي، هو يعني محاولة محاكاة انه انا بالربيع العربي ناديتك ما جيت علي انت جيتني، هذا سلوك سلفات سياسي يعني اشي سياسي وهذا حقيقي. ولكن ايضا الاخوان لم يكونوا طرفا يعني يانعا في الربيع العربي، ايضا انقلبوا على شروط اللعبة مع الدولة، كان في غير مكتوب في العلاقة بين الاخوان، الاخوان انقلبوا وبالتالي الدولة بتتنقلب. هذا من انا بعتقد انه الذهاب الى ما يسمى بحالة اشتدية أزمة تنفرجي على الإخوان بداية أن يوقنوا أن العودة إلى ما قبل الشمع الأحمر مستحيل. يعني ترجع تفتح المقرات جماعة وجمعية إلا إذا رخصوا الجماعة. يعني الآن أمام الإخوان مسألتين، الترخيص الدعوي، الترخيص السياسي موجود، ثم إعادة بناء علاقة مع الدولة على أسس جديدة. لا ظل الاتحاد السوفيتي ولا ظل للآن في قيمة وحيدة للإخوان، أنا بفضل أن يقدموا على احتلال ديمقراطي للجمعية المرقصة، يفوتوا ويبعتوا لهم 1000 واحد يستردوا الجمعية بالانتخابات، بروحوا الموجودين بيستردوا الجمعية أو برخصوا شديد. ما زال لدى الإخوان ورقة مهمة لا أعتقد أن نظاما عاقلا يستطيع الاستغناء عنه، وهي أن الإخوان المؤهل الأكثر كفاءة لإدارة الصراع مع قوى الإرهاب والتطرف. هذه بضاعة الإخوان الجديدة، على الإخوان أن يعيدوا ترتيب هذه البضاعة السياسية، أن يعيدوا الفترينة تكون حلوة، التاجر لما بشوف المبيعات عنده خفت بغير الفترينة بغير الشعار، أنا بعتقد على الإخوان أن يستنهضوا نقطة قوتهم في أنهم الطرف الأكثر اعتدالا لمواجهة الإرهاب والتطرف. سيد عدنان، قراءتك لقادم الأيام في هذه العلاقة، لو أقدمت الإخوان على بعض الخطوات هل ستقبل الدولة؟ يعني إذا كانت الخطوة وفق ما يقترح زميلنا وصديقنا عمر مسألة ترخيص جمعية، فأعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين مرخصين في الأردن من 70 سنة وفق الوثائق الرسمية، وهي وثائق موجودة وسارية المفعول ولا تنتهي بالتقادم. لكن واضح أنه هدف الدولة يعني مش تقول مسألة الرخصة ملغية، نروح الرخص من جديد، شو رأيك بالفكرة؟ هلا ماشي، بدها ترخيص وفق أي قانون؟ ما هو النقطة هلا القانون اللي بدهم يرخصوا عليه قانون الجمعيات الخيريه، نعم، اللي السارف وزاره التنميه الاجتماعيه، هذه مثلاً هي الفكره اللي بدهم يشتغلوا عليها مثلا. يعني ازمه المساله هون في هذه الجزئيه، نوعيه القانون، لانه هو شرع القانون وعدل القانون وبعديها صارت القصه هذه. هلا انه السلطات عندها استهداف للحراك حركه الاسلام، الحركه والاسلام السياسي في الاردن، نعم موجود، وهذا يعني بيشمل يعني مختلف المؤسسات، مؤسسات الدوله.
الحكومة والجهاز الأمني والقصر إلى آخره، وفي موقف مسبق من كل حركات الإسلام السياسي في الأردن. المقبل بالنسبة للإخوان أعتقد أنه لابد أن يكون في طرف عاقل في داخل الدولة الأردنية يرشد سلوك النافذين في هذه القرارات الأخيرة ويدفعهم أنهم يتروا، يعني يوقفوا هذه الإجراءات. ما عنديش قدرة أني أحدد إذا كان الإخوان المسلمين رح يرجعوا لمقراتهم أو لا، يعني بعتقد أنه هذه مسألة يعني بعيد، يعني مش من ضمن الإطار التوقع العقلاني فيها، لكن بعتقد أنها هي مقبلة على أشهر من الصراع مع السلطات، من الصعوبات قد تشمل ما هو أكثر من ذلك. نعم، يعني بدي أختم باستشرافك لمستقبل هذه العلاقة. يجوز يعني نسمع مرات من الأطراف، مع أنه مش عارفين الأطراف اللي ممكن نسمع منها. إذا بقي الطرفان الحكومة والإخوان كل من في حالة إنكار من الطرفين دكتور يشد الحبل، أعتقد أنه المستقبل غير مبشر. وأنا بدي أحكي أنه حرد الإخوان المسلمين وعدم مشاركتهم في المرات السابقة حتى مع علمهم وتأكيدهم أنه والله يعني الانتخابات ستكون غير نزيهة وإلى آخره، كانت الانتخابات السابقة نزيهة بنسبيا، يعني كانت نزيهة، المفروض كانوا مشاركين. أنا بقول حردهم أفقدهم نسبة كبيرة، أو نسبة، لا بلاش أقول كبيرة، نسبة من شعبيتهم، نسبة لا يستهان بها من شعبيتهم، وواضح من خلال يعني انتخابات نقابة المعلمين وانتخابات مجالس الطلبة في الجامعات الأردنية ونتائج هذه الانتخابات. هذه مؤشرات ومؤشرات حقيقية. أنا أعتقد أنه الدولة الأم والدولة الراعية يجب أن يعني تحتوي هذا الموقف وتهيئ لبيئة من السلم والأمن الأهلي، بيئة وادعة للمستقبل. إذا ما يعني بدنا نعمل انتخابات نزيهة وحرة على هذا القانون اللي أنا ما وافقت عليه وزملاء آخرون، أعتقد أنه لازم ترطب الأجواء وتعيد الثقة يعني بنفسها، وأيضا يعني يكون هناك مصالحة، وأن يتدخل الحكماء والخيرون في مثل هذه المصالحة، لأنه ليس من صالح البلد إغلاق أي جمعية أو أي مقر أو أي ديوان لعشيرة، فما بالك بإغلاق مقرات الإخوان المسلمين، ليس من صالح الدولة. جميل جدا، بدي أشكركم شكر جزيل. شكرا لك سعادة النائب الدكتور عساف الشوبكي عضو مجلس النواب الحالي، شكرا لك. شكرا لك الأستاذ عمر كلاب الكاتب والمحلل السياسي، الأستاذ عدنان بري الكاتب والمحلل، شكرا لكم. شكرا. إذن أعزائي المشاهدين، ذهبنا إلى أكثر من ملف ختمنا به أزمة العلاقة بين الإخوان المسلمين وبين الدولة. ربما مانديلا تحدث عن المصالحة والمسامحة، وهذا ما قاله أيضا الدكتور عساف الشوبكي. هل نحتاج إلى ذلك؟ سؤال كبير. هل نحتاج إلى ترطيب الأجواء أكثر؟ هل نحتاج إلى مزيد من اللحمة، الكتف على الكتف، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، علامات استفهام على الإصلاح السياسي، جبهة جنوبية وشرقية، جبهة شمالية وشرقية أيضا، لا ندري كيف ستتطور في قادم الأيام. الإجابة تصبحون على خير.